ابتسام من الدار البيضاء. الو السلام عليكم ابتسام. وعليكم السلام. تعجبيني جميله بزاف. شكرا لالي خطيك. قول لي ابتسام، انت شاركتي معنا اليوم في المسابقه ديال ايديال اودانتي. شنو الوصفه اللي بعتي لنا؟ كيكه بالفلو كتبارد وزوينه. نعم، اعطيني المقادير سريعا. يلا. جوج البيضات. اييه. نصف كاس ديال الزيت. اييه. دانون. ياغورت. ياغورت. اها. اها. نصف كاس ديال السنيده. ونصف كاس ديال الزيت. اييه. وكيس ديال السنيده. اييه. ايديال. اها. وصافي كناخذ الخليط. الدقيق حسب الخليط. اييه. كنحطوه على جنب وكناخذوا الحليب ديالنا. اييه. فوق البوطه كنديروا جوج الاكياس ديال ايديال فلو. أيه. ديال البنان. اييه. ولا اللي بغى لاي نكهه بغى. وكناخذوا كن المول ديالنا كنكبوا فيه الخليط ديالنا، كنكبوا فيه الحليب اللي صبنا فيه فلو. صافي. أيه. كندخلوا الثلاجه. سمح لي نتحط. ماشي مشكل. يلاه ابتسام. كندخلوا الثلاجه. اييه. عاد كنجبدو كنديرو واحد شنو بحال كلاطة تكون كبر من المول ديالنا. نعم. باش يطيب باللبا ما فيها. يعني كديري فيها الماء. صافي. وكندخلو وكنخرجو وكنخليو حتى تبرد. نعم. وكنقلبو الكيكة ديالنا وكنخرجو. كتجي الكيك بالفلون. كيك بالفلون كيجي بارد.